بسم الله الرحمن الرحيم. شعب وجمهورية وطلاب الأسطورة جايين النهاردة فرحانين وباين علينا الفرحة، أكيد أنت عرفت ليه. إحنا طالعين من ورا الراجل ده عشان مش نستولي على قناته، لكن عشان نقول لكم إن الأستاذ خالد الحمد لله في أتم عافية، في أتم صحة، في أتم حال. أمره عجيب والله يا عيال، أمره عجيب الراجل ده، إن هو كان بيفكر فيكم وهو في وسط محنته، وهو دلوقتي مش عارف إن إحنا طالعين نقول الكلام ده. أنا لسه سايبه، عامل ايه بقى اول ما استرد عافيته؟ بسم الله ما شاء الله، راح مجمع الفريق كله دلوقتي وعمال يقول لي ده انا هعمل 1 2 3 4. يا خالد اهدى. لا 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 مش خالص، بسم الله ما شاء الله الكل يستعد، طلاب اولى تستعد وثانيه تستعد، اما ثالثه بقى دي حاجه ثانيه خالص خالص. الاسطوره جاي يعوضك تاني، لكن يا حبيبي احنا جايين النهارده عشان نقول لك اكتب تعليق، عشان هو مش عارف، والله ما عارف. هيطلع دلوقتي هو هيفاجأ بان احنا نزلنا الفيديو ده من وراه، عملنا خطة كده عشان نقول له احنا معاك. اكتب تعليق يفرح الاستاذ خالد صقر، اكتب تعليق يستحق انك عرفت وكلنا عرفنا ان العلم بتاع الاستاذ خالد غير، ان اللي بيقدمه الاستاذ خالد فيه تميز، ان اخلاق الاستاذ خالد فيها تميز. لذلك حبايبنا وطلابنا ايا كان اماكنكم، يلا بينا نعمل حاجتين: نلتمس العذر لرجل لم يكن بيديه البعد، النقطة الثانية ندعمه ونقف جنبه. والمناسبة هو مش محتاج لدعمنا، لأن هو اللي دعمنا، ده لقيناه واقف جنبنا احنا بيفكر فينا، فازاي احنا ما نفكرش فيه؟ ازاي احنا ما نكونش رجالة؟ وهو بسم الله ما شاء الله المحنة زودته صلابة وقوة وإرادة. استعدوا لمراجعات هتكسر الدنيا، وعايز بقى تعليقات تكسر الدنيا، أنا هخش أقرأ وأعلق معاك، وعايز كلنا نقول للراجل ده الحمد لله على السلامة، احنا كلنا بنحبك، كل بطيخة فيكم وكل بطيخة فينا مستنية الكلمة الحلوة اللي هو بيقولها، الإفيه الحلو اللي هو بيعمله، الشرح المتميز، الوقفة الجميلة، القلم اللي بالإيد الشمال، الابتسامة كده اللي بنحبها. الحمد لله على السلامة يا أسطورة، في انتظارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا انتم مستغربين ان انا بتكلم هنا في القناة دي، بس حقيقة يعني صاحب القناة ما يعرفش ان انا بتكلم هنا وبتكلم من وراه. انا بقول لكم ان مستر خالد زي الفل ومية مية، وان شاء الله جاهز ان هو يعمل مراجعة تكسر الدنيا. بأكد على معلومة ان الرجل والله العظيم يعني كان غصب عنه، كان في محنة، والحمد لله ربنا نجاه منها على خير، والحمد لله هو قادر ان هو يرجع كل الدنيا لمجاريها وكل الطلبة هتبقى زي الفل. وبطيختي انت وهي ركزوا مع مستر خالد بقى، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم بمراجعة جبارة من بعد العيد، ادعوا له بالخير. وانا عاوز بقى هنا الكومنتات تفرقع كلام حلو المستر خالد، لان الفيديو معمول مفاجأة ليه، وهو هيتفاجئ ان هو نزل على القناة من غير ما ياخد باله. وبس يا رب يعني ايه المصيبة بتاعتنا تتم. طبعا انتوا عارفين ان احنا كنا بنجهز لحصة الهاكرز، فاحنا هكرنا القناة بتاعته وهننزل الفيديو عنده من غير ما يعرف، وانا عاوزه يتفاجئ بقى بالتعليقات الحلوة بتاعتكم. ادعوا له بقى ان شاء الله يبقى مراجعة جميلة، وانا بقول له الحمد لله على السلامة، وعاوزكم انتوا كمان تقولوا الحمد لله على السلامة مستر خالد. السلام عليكم.